فإحياء لذكرى الإسراء والمعراج تقيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بشار هذه الاحتفالية تكريما لأهل القرآن ولحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث تم تكريم اليوم 11 حافظا وخاتما لكلام الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على ختم لكتاب الله عز وجل، وبفضل ربي سبحانه شكره حمده حمدا كثيرا، وبفضل الوالدة ضحت بنفسها كانت من النساء المساجد. نشكر شيخنا الكريم ونشكر الله اولا على تعليمنا هذا القرآن، ونحمد الله على ختم القرآن الكريم.